بتقود بس كرة في أسئلة القدم. لازم يجاوب عليها، يعني اتفضل. اتحاد الكورة لازم يجاوب على الأسئلة. دلوقتي احنا النهاردة يوم 16، عندنا ماتش يوم 28، هل الماتش ده هيتلعب ولا مش هيتلعب ولا هيتأجل ولا ايه اللي هيحصل؟ احنا مش عارفين. دي يعني ده حالنا ان احنا بعد 10 ايام الماتش ومش عارفين الماتش هيتلعب ولا ايه انا اللي معاك هيحصل، مش عارفين. انا معاك الحاجة 100%. التانية، بطولة السوبر المصري احنا ليه ناسيينها؟ اللي هي ما بين الاهلي والزمالك، ليه ما اتلعبتش لغايه دلوقتي؟ ودي ميعادها هيبقى ده امتى؟ امتى دي ان شاء الله؟ وهل دي دي ممكن بقى، هتتلغي بص ولا هقول لك حاجه، ايه احنا ولا ممكن ننام، ما بهزرش، ممكن كده ننام ونحلم بالماتش ده في صح. ما فيش وقت. وكانه اتلعب. الحاجه طبعا. الثالثه، هل الدوري هيخلص قبل 8 شهر 8؟ لا طبعا. ومثلا طب مين اللي هيلعب افريقيا الاستاذ السنه عامر الجايه؟ حسين معايا هنا على الهوا قال لي الدوري هيفضل شغال لغايه اخر 9 تقريبا. يبقى اذا كاس مصر ملوش لازمه خالص. طب مين يعني اللي هيلعب كاس افريقيا؟ مصر ولا تنقذ الدوري اللي هيبقى فيه هبوط وفيه صعود؟ انا عايز اقول كلمه اسئله مهمه جدا، يعني احنا كل ده، وده برضو حاجه داخليه بيننا وبين بعض، احنا مش باصين للاهم كمان بصراحه، يعني من الدوري ومن الكاس والكلام ده. كاس الامم، هو كاس الامم اللي عندنا اللي بتتنظم كل قد ايه عندنا في مصر. بقول لك لازم تطلع بالصوره، معلش يعني لازم برضو الناس تتفرغ للكلام ده. كل اللي بيحصل ده انا مع حضرتك فيه، ولكن هل حضرتك تتخيل ان كاس الامم الافريقيه عندما تقام في مصر مش هيبقى فيها جمهور؟ لا يمكن، استحاله. ده انت كده لو ما جاش في كل ماتش، اشتراطات